بيسألكي وأمني، مثل العادة بتكون البداية مع غرفة التحكم المروري، وبينضم لنا المعاون أول لقمان نصر الدين. صباح الخير، صباح النور لكم جميع المشاهدين. كيف وضع السير اليوم؟ وأكيد الأرقام اللي سجلتوها بالمخالفات والحوادث. صحيح، حاليا لحتى الساعة عم تكون الحركة ناشطة على المدى الجزئي، المدخل الجنوبي عم تكون عندنا حركة ناشطة على الجيل وعلى المقام الخلفي أمام المطار من دون أي عوائق للسير، فقط أنا مخصص الوقود عم يكون عندنا تجمع للسير وبالرجيم مفارز السير المعنية عم تكون موجودة بمكان المعالجة حالة أفضل عضو وضع السير. بالنسبة للمدخل الشمالي عم يكون عندنا حركة ناشطة من منطقة سوسو من الدوضة والخداعية على شارع الحلو باتجاه الوسطى التجاري، وأيضا المدخل الشرقي الحركة ناشطة من عريا نزولا حتى الصياد والطبيعية على الاستراد الرئيس تحوط باتجاه الجلنتينا. داخل العاصمة حتى الساعة حركة طبيعية من دون أي عوار. بالنسبة للحوادث اللي تم التحية فيها خلال 24 ساعة الماضية، سجل عندنا 5 حوادث نتج عنهم 5 جرحى، نتمنى الشفاء العاجل. ومخالفات سرعة زائد الرادار بلغت 575 مخالفة سرعة زائدة، أكيد عبر شاشة كورونا نتمنى على السائقين التزام السرعة المحددة على الطرقات، في حالة توقف أمام محطات الوقود الالتزام بخط واحد وعدم تجاوزه ولا خطين لنظام بشكل عام أمام حركة السائر، وعم يسبب للأسف بعض الأحيان حوادث عم ينتج عنها أضرار جسدية. أكيد ونحن على تواصل دائم مع المواطنين على الخط الساخن 17 شبشبين للإطلاع على حركة السائر وحالة الطرقات في ذات الشهر. يعطيكم ألف عافية، شكرا لك المعاون أول لقمان نصر الدين من غرفة التحكم المروري.